جاية أنا بصيت عشان في حرب، وجاية أنا بصيت مش عيد عشان جاية أنا بصيت وألعب مع الأطفال. هذا فستان شريته قبل الحرب بيوم ما لبسته، قلت خلص بخليه للعيد ولبسته هيني. أنا مش مبسوطة كثير عشان في شهداء وقصف كثير حوالينا، بس بدي أنا أبسط وألعب. جاي ألعب مع الأطفال وننبسط كثير كثير، نفرح. كل الأطفال طعون غزة مش فرحانين بالمرة، مش فرحانة. أنا بحاول أفرح نفسيتي في الألعاب يعني.